طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. سويتوا ورا صدام، بنيتوا لكم شغله، سويتوا لكم رصيف، بلد فككتوه من الشمال للجنوب، شنو اللي سويتوه؟ حرام عمي، راح يسجل التاريخ ويمهل ولا يمهل. زين ربك بالمرصاد، اكو وزاره مضبوطه؟ تربيه، جهال، تخلف، مدارس ابتدائيه ومتوسطه حششه، شكو شنو اللي سويتوه صار 16 سنه؟ والله اكو رب اللي ما تغمض عينه، شباب مجوره، شباب ما عنده يطب عليه حمال، يقطيني 5000 ارجع للنهروان فرحانين. عندكم دوله؟ دولتي ايش هاي؟ دولتي ايش؟ دوله البطيخ. اهلا بكم من جديد. 75 جامعة أهلية في العراق مقابل 35 جامعة حكومية فقط. هل الجامعات الأهلية توفر فرصة تعليمية للطلاب أم أنها فرصة للسياسي والمسؤول لجمع الأموال من الطلاب؟ هل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عندما أعطت تراخيص لإنشاء لهذه الجامعات الأهلية قادرة على توفير فرص عمل ووظائف للخريجين؟ أم أن الجامعات الأهلية هي فقط لأخذ أموال الطلاب لكي يستفيد منها مالك الجامعة والكلية الأهلية؟ أليست الجامعات الأهلية في العراق واجهة لغسيل الأموال من قبل السياسيين والمسؤولين؟ أليست الأراضي التي بنيت عليها الجامعات الأهلية تابعة لأملاك الدولة؟ أليست الحكومة غير قادرة على توفير الوظائف للخريجين؟ كل هذه التساؤلات نناقشها معكم أعزائي المشاهدين في حلقة اليوم التي نناقش فيها ظاهرة الجامعات الأهلية في العراق وما الذي حققته خلال السنوات الماضية. اليوم تحدث النائب رياض المسعودي نائب في البرلمان وقال بأن الجامعات الأهلية في العراق هي عبارة عن واجهات حزبية لجمع الأموال، وأكد بأن الجامعات الأهلية بعيدة كل البعد عن مراقبة وإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ولا تتوفر فيها كما قال خطة قبول علمية، وأشار إلى أن هدفها الرئيس تحقيق الربح ومنح الشهادات للمسؤولين وأبنائهم. وعد ملف الجامعات الأهلية من أخطر الملفات الموجودة على الساحة العراقية كونها تعمل خلافا للقانون الذي أسست من أجله والذي من أولوياته الارتقاء بمستوى الطالب. طبعا في تصريح سابق لوزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل مع صحيفة المدى العراقية في أبريل الماضي قال بأن الوزارة أوقفت عملية استحداث الجامعات الأهلية لحين انتهاء اللجان الفرعية من تقييم واقع ومستوى التعليم الأهلي، وقال نحن غير معنيين بمن يقف خلف هذه الكليات من أحزاب وشخصيات سياسية، واعترف بوجود دعم لبعض الكليات كما قال من سياسيين وأحزاب، وأكد بأن وزارة التعليم أوقفت العمل بنظام الابتعاث والزمالات للطلبة بسبب عمليات الفساد والمخالفات القانونية والإدارية. خلونا نشوف وياكم أعزائي المشاهدين الجامعات الأهلية في العراق. كما أشرنا احنا عندنا اليوم بالعراق 75 جامعة أهلية مقابل 35 جامعة حكومية. خلونا نشوف الجامعات بشكل سريع بحسب موقع وزارة التعليم العالي: كلية التراث الجامعة، كلية المنصور الجامعة، كلية الرافدين، المأمون، كلية الشط العرب في البصرة، كلية المعارف في الأنبار، كلية الحدباء، كلية بغداد، كلية اليرموك، جامعة أهل البيت، الجامعة الإسلامية فرع بابل وفرع النجف وفرع الديوانية، كلية دجلة الجامعة، كلية السلام، جامعة الكفيل في النجف، كلية مدينة العلم،
كلية الشيخ الطوسي، جامعة الإمام جعفر الصادق، جامعة الإمام جعفر الصادق، فرع ميسان، وفرع النجف، وفرع المثنى، وفرع ذيقار، وفرع ديالة، وفرع صلاح الدين، وفرع كركوك، كلية الرشيد في بغداد، كلية العراق الجامعة، كلية الصدر الجامعة، كلية القلم الجامعة، كلية الحسين عليه السلام في كربلاء، كلية الحكمة الجامعة، كلية المستقبل الجامعة، الإمام كلية الإمام الجامعة في صلاح الدين، كلية الحلة، كلية أصول الدين في بغداد، كلية الإسراء، كلية الصفوة، جامعة الكتاب في كركوك، كلية الكوت الجامعة، كلية المصطفى الجامعة، كلية المزايا الجامعة في ذيقار، كلية النور، كلية الفراهيدي، كلية الكنوز الجامعة، كلية الفارابي، وكلية الباني الجامعة، وكلية الطف الجامعة، وكلية ابن حيان، وكلية النخبة، كلية النسور، كلية الفقه الجامعة، كلية بلاد الرافدين في ديالة، الجامعة الوطنية في ذيقار، كلية الآمال الجامعة، كلية البصرة، جامعة أوراك، كلية الهادي الجامعة، جامعة البيان الأهلية، جامعة وارث الأنبياء، جامعة المصطفى، كلية آشور الجامعة، جامعة العميد، كلية المنارة، جامعة العين، كلية الشرق الأوسط، كلية الإعمار الجامعة، كلية جنات العراق، جامعة الزهراء، الجامعة الأمريكية بغداد، جامعة قلقامش الأهلية في تم الاعتراف بها في هاي السنة، الجامعة الأمريكية السليمانية، وجامعة جيهان في أربيل، وجامعة بيان، وجامعة نشك، والجامعة الأمريكية في دهوك، والتنمية في السليمانية، وجامعة نوروز في دهوك، وجامعة أربيل الدولية، والجامعة اللبنانية الفرنسية في أربيل، وجامعة نولج أربيل، والجامعة الكاثوليكية في أربيل. 75 جامعة أهلية ما شاء الله عدنا بالعراق. نعم، معنا اتصال أبو طاها من فنلندا. تفضل أبو طاها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا سلام؟ حياك الله يا أهلا بك. شلون نشوف الجامعات الأهلية في العراق؟ شنو اللي حققتها؟ والله هذا جامعات بالعراق اللي تسمى جامعات الأهلية، جامعات الحرامية هذه مو الأهلية. يعني حتى أنا أسمع الأسماء مالتهم، أسماء ما شاء الله، باسم آل البيت وباسم يعني أسماء رنانة. نعم. يعني حتى أسماءها مشبوهة، يعني أسماء على البيت جامعة الحسين وجامعة يعني أسماءها يعني بين، هي حتى باسم الدقيقة مو يبو. لا هي بالعكس، يعني هذا الاسم جميل جدا، ولكن احنا نتحدث يعني بس من يقف وراء هذه الجامعات بشكل عام، احنا بعيدا عن التسمية. نعم ما اعترض على أسماء. نعم. ما اعترض على أسماء، بس الأسماء اللي خلينا لها جامعات، يعني جامعات هي جامعات أهلية، جامعات الحكومية يعني أهلية ولا حكومية؟ هو العراقيين الشباب العراقيين أغلبيتهم طلعوا من الجامعات، تخرجوا يشتغلون في عرباين. نعم. وقود يومي ما عندهم. وهذا الجامعات بنوها كله لجنة البوق والسرقة أموال الشعب وأموال الدولة وغسيل الأموال، ولا مقاية أنهم تعلمون الشاب العراقي ويأخذ شهادة ويتعين وهاي؟ لا. نعم. ويقول الفليسات ويستلم العربانة ورا ما يتخرج. نعم، يعني أنت تشوف الجامعات هي من أجل حصد الأموال من الطلاب. نعم، لحصد الأموال من الطلاب ولغسيل الأموال والتجارة. هم تاجرون بالتعليم وتاجرون بأرواح البشر، ويعني ما خلوا شيء ما تاجروا نعم. لخاطر كسب الأموال وغسيل الأموال. نعم. يعني الجامعات الجامعة أنت من تفتح جامعة أهلية وتدرس فيها وتاخذ شهادة، للي يدفع فلوس ويتعب على نفسه وأهله يصرفون عليه، وبعد آخر شيء بعد ما يتخرج ما يلقي تعيين. نعم. والجامعات الأهلية فاقت التعداد الجامعات الحكومية. إيه، 75 جامعة أهلية مقابل 35 جامعة حكومية. إيه يعني نص، فوق النص فاتت. يعني الجامعات الحكومية 35 وهنا عندك 75.
نعم. ثانيا حتى اذا موجوده جامعات استعل الجامعه احنا ما معترضين على الجامعات، بس التخرج الطلاب اللي دا يتعب ويدرس وجامعات ومن الابتدائيه يدرس واهله يتعبون عليه واخر شيء بعدين تعيين ما موجود. نعم. يروح يدفع عرباين. ماكو حبيبي اصلا حكومه، ماكو هاي عصابه مافيات تبوك تسرق وتسرق اموال البلد واموال الشعب، يعني اموال البلد ما كفت، النفط الابار النفطيه ما كفت. نعم. كلها ما كفت، البنوك ما كفت، رجعوا على المواطن يتعب على ابنه ويدفع مبالغ ماليه وبعدين اخر شيء يتخرج ابنه وتعيين ما عنده يروح يدفع عربانه باب الشركه. نعم. أنا أشكرك أبو طه من فنلندا كان معنا. طبعا كما أشرنا بالعراق عندنا 75 جامعة أهلية مقابل 35 جامعة حكومية. طبعا الرسوم الدراسية تتراوح، الرسوم الدراسية السنوية للطالب في الجامعات الأهلية من 2 مليون إلى 6 ملايين في السنة الواحدة. الأراضي اللي بنيت عليها الجامعات الأهلية أغلبها، أغلب الجامعات اللي بنيت عليها الجامعات الأهلية التابعة لشخصيات ومسؤولين وأعضاء برلمان هي أراضي مملوكة للدولة، يعني هو ما اشتراها وبنى عليها الجامعة. أغلب الجامعات الأهلية كما أشرنا في العراق تابعة لأحزاب وشخصيات سياسية ورجالات دين. خلونا نتعرف على بعض الجامعات التابعة للأحزاب والميليشيات ورجالات الدين والسياسيين. يعني على سبيل المثال كلية الهادي الجامعة تابعة للقيادي في بدر أبو مريم الأنصاري بحسب ما تناقلته وسائل الإعلام العراقية. كلية النسور تابعة لعبد جواد والنائب عمار الشبلي. كلية الشرق الأوسط تابعة للنائب طلال الزوبعي. جامعة الآمال تابعة لرئيس المجلس الأعلى همام حمودي. كلية العلوم الاقتصادية تابعة لميليشيا العصائب. نكمل وياكم بعد ما ناخذ الاتصال، معنا اتصال زياد من الفلوجة. تفضل زياد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. عليك خير. حياك الله يا أهلا بك. الله يبارك فيك. نعم تفضل. زياد تفضل. أبي أي جامعة تحكيون عليها؟ الله يرضى عليك. من أي جامعة تحكيون عليها؟ نعم احنا عندنا اليوم جامعات أهلية بالعراق يوصل عددها 75 جامعة، تمام؟ بينما تمام. ماكو وظائف، من يتخرج الطالب الدولة تقول لك احنا ما عندنا درجات وظيفية، وفي نفس الوقت الجامعات يسيطر عليها شخصيات سياسية وأحزاب وبرلمانية. نعم عليها بالضبط صحيح. نعم. يعني هي الجامعات خلوا الجامعات، المن خلوها الجامعات تدريس الطلاب تخريجهم والوظائف مالتهم. نعم. حتى ماكو هذا يا اخي كريم، يا اخي ماكو هذا الشيء. العالم قاعد يدرس يتعب على نفسه وعائلته يصرفون عليهم ويجيب الشهاده ويجيب بيها بالبيت، يبقى حاط ايده على خده يروح يقدم ابن فلان وابن فلتانه للمسؤولين واللي واصلين يصيرون، واللي ما عنده الفقير قاعد حاط شهادته بالبيت وقاعد يروح يشتغل عمال يا دوب يعيش اهله. اي وطن هذا اللي يحسون به هم؟ شو قالوا صدام مو زين؟ صيروا انتوا احسن من صدام، طلعتوا انقت النوب لو باقي العالم صدام ما يشرب منه. شنو سووه؟ شنو قدموه للشعب العراقي؟ كم شهيد، كم ميت، كم 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 ايديه ما تبغى راح نقهيج احنا. يعني عمرنا نخلصها بس اهات والناس وكذب وضحك على الناس. يعني لماذا يوصلون؟ وين يوصلون بهاي؟ بس احزابهم واحصابهم الشخصيه مرتاحين ومتونسين وباقي الناس مستوى على قلبها. حسوا وراكم بعد شبر واربع اصابع وراكم الله سبحانه وتعالى، اتقوا الله بنفسكم شويه. اخذوا ياخذوا اللي يرضيكم وانطوا للناس اللي ما عنده عينوهم. الجامعات الحكوميه انت الحكومه يا وزاره التعليم العالي وين؟ لا هسر ابتدائي اكو، لا متوسط اكو. تعال انت الطلاب دول الصغار اكثر شيء راح يداومون. تعال انت جيب من عندك، طلاب من عندك، غيره من عندك، قطاس من عندك، لا عاد شنو شغلكم؟ والكليات نفس كذلك. نعم. شنو راح يقدمونه؟ شنو راح يقدمونه للشعب العراقي؟ كم دوب راح نضل هيك؟ صار لنا يوم 19 سنه، شنو راح يقدمون لنا اياه؟ ان هيك ونخليهم البلد يعني لهم؟ نعم. زين انت تشوف انه هذه الجامعات الاهليه هي هدفها ربحي لو تعليمي؟ لا والله، والله العظيم لا ربحي ولا عدل ولا 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 تعليمي، فسادي اكثر ما تتصورون. نعم. روحوا طب الجامعات وشوفوا الفساد مالتها.
بالذات الاهليه يلاح لا حساب ولا كتاب. نعم. هاي مو انا اقولها، روح انت شوف بعينك. يعني انا اقول لا هذا كلام مو صحيح، لا روح شوف بعينك وانت تشوفه. شوف الجامعات ايش يصير بيها. الاقسام الداخليه ايش يصير بيها. نعم. مساومات علني. نعم. يعني هم يعني هاي هم الحكومه وهم الجامعات الاهليه. عايز الجامعات رجعوا الجامعات الحكوميه وخلي في رقابه وضبط. الزي الواحد الملابس التعليم شويه حاسي الناس. يعني فرد مره صارت هي تفرجحي والله ما اعرف يعني شو بيوصلون. اتقت الله ما ضليت. اتقوا الله اتقوا الله يا ناس، اتقوا الله يا المسؤولين يا يعني الجامعات اتقوا الله. هاي كلها امانه برجع لكم الطلاب. نعم. كلها التعب الثاني المدرس والمعلم والاستاذ والدكتور كلها هاي هي امانه برجع لكم الطلاب هم الاب الثاني. نعم. وانا اشكرك. انا اشكرك. انا اشكرك زياد من الفلوجه. طبعا جامعة كما أشرنا جامعة الآمال تابعة لرئيس المجلس الأعلى همام حمودي، كلية العلوم الاقتصادية تابعة لميليشيا العصاب، جامعة التراث تابعة لحزب الدعوة، جامعة الإمام جعفر الصادق والإمام الكاظم عليهم السلام تابعتان للوقف الشيعي، جامعة الإمام الأعظم تابعة للوقف السني، كلية صدر العراق تابعة لرجل الدين إسماعيل الصدر، مدينة العلم جامعة مدينة العلم أو كلية مدينة العلم تابعة لجواد الخالصي رجل الدين جواد الخالصي، معهد المعلمين تابعة لأولاد محمد بحر العلوم، كلية الرافدين تابعة للعصائب كذلك، جامعة السلام تابعة لغاندي الكزنزاني، كلية المزايا تابعة لأولاد السيد محمد باقر الناصري، الجامعة الأمريكية في السليمانية تابعة للرئيس العراق حاليا برهم صالح، الجامعة الأمريكية في دهوك تابعة لمسرور البرزاني، وجامعة كردستان أربيل تابعة لنجرفان برزاني. هاي يعني أبرز حتى ما نطول، هاي قسم من الجامعات الأهلية أغلبها تابعة لشخصيات في الحكومة، لنواب، للسياسيين، لميليشيات، لأحزاب تابعة لها. طبعا تقارير تؤكد أن هذه الجامعات تحولت عبارة عن غسيل للأموال، فوائد مالية للأحزاب والميليشيات، واستيلاء على أراضي الدولة. وكذلك أضف أنه أغلب السياسيين في العراق أكملوا دراستهم من خلال هذه الجامعات. يعني هو يملك الجامعة ويروح يكمل فيها الشهادة مالته. معنا اتصال أبو جعفر من مدينة الصدر، تفضل أبو جعفر. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أحييك وأحيي هذه القناة الوطن المناضلة الرافدين العزيزة الغالية علينا إن شاء الله، وأحيي الأخ المخرج وجميع العاملين فيها. الله يسلمك. الله يخليك أخ أبو جعفر حبيبي. نعم. يعني والله يعني هسه تتكلم وأنا خجلان، عيب يعني عيب هذا الحكي والله عيب. نعم والله يعني صحيح لو قال ابو المثل الامثال تضرب ولا تقاس، لو غاب الفضل تلعب يا فاهم، منين نجيب ابو عداي البطل لهم ومنين نجيبه؟ والله تمنيت تطلع من جوا القاع لهم، هؤلاء الناس الفسق الفاجرين. يعني الدوله ما يكفيكم المليارات اللي حوشتوها واللي بقتوها والكوه بشنات وغيرها انه بلحقتون على الجامعات. بس عندي ملاحظه او مهمه، انا خريج اداره واقتصاد قسم الحاسوب اخي ابو جعفر. حقيقة جامعة الإمام صادق إلى رجل يسمى بالشامي، إذا سمع به السيد الشامي هذا إلى نور الهالك الله يهلك ويهلك الشام وياه محمد الشامي. نعم أحسن. نعم. هذه جامعة البكر مال النظام السابق اللي هي في حي القاهرة في بغداد، هي تبع العراق مو تبع النظام السابق. يعني الجامعات الحكومية هي ملك للدولة ملك للشعب العراقي وليس تابعة للنظام. نعم نعم ابو جراسم. اشترى المتر واحد 100,000 دينار حبيبي، هو المتر من 2.5 مليون الى 3 ملايين دينار عراقي. اشترى المتر واحد 100,000 في زمن الطاغيه عليه لعائن الله نور الهالك الله يهلكه. من كان نور الهالك بالولايه الثانيه الله وكيلك خباها. نعم. وسواها جامعه له. هذا اريد اقول لك شوي اصحح، انت تقول جامعه الامام الصادق الى كذا، لا للشام ترى. نعم نعم. الحاسب احنا هسه اقول لك يعني ابو جراسم شلون نبدا الحديث؟ يعني شلون يعني ما يعني حتى انا ما سامع
اليوم جامعات أهلية وكليات أهلية، يعني أنتم السياسيين جابكم العلاية، أنتم كلكم أهل بصيات، كنتوا تجدون بالدول الخارج، هذا اللي عنده بصية وهذا اللي يبيع محابس وهذا اللي يبيع سبح وهذا اللي يبيع كبة وهذا ما شنو، يعني جابكم أنتم على هاي السوالف. الله وكيلكم محمد كفيلك، السياسيين جميعا لا عندهم شهادة ولا هم ولا أبنائهم، وشهاداتهم كلها تزوير، يشهد الله ورسوله، وجاي يزيدون الشعب العراقي جهل فوق جهله مع سلاماتي، يريدون يزيدون الشعب العراقي جهل. عم يا كليات يا مدارس يا جامعات يا اخي ابو جاسم احمد والدي، هؤلاء الناس تراه فجر عصابات جت استحوذت على الملايين وقامت تعيش وتلعب بكيفها، والله يعلم هاي سنويا ايش قد مليارات فيهم، هاي فوق البوق والنهب وفوق ذله الشعب العراقي والنوب المسكين يا اخي. لا. ابو جاسم اليوم بس تخرج يا اخي حبيبي ابو جاسم عن خادمك، اليوم بس تخرج يا حبيبي يا ريت تكون وظيفه، ماكو لا وظيفه ولا تعيين ولا كل شيء، وضحكون على ابقار الناس وقاعد ياخذون عشرات الملايين سنويا من كل طالب وطالبه، صدقني. وهاي شنو هاي فوق المولات وفوق الكوفر، هاي الكوفي شوب مش يسموهم اللي فتحوها، هاي مال المخدرات اللي كلها من ايران يا حبيبي ابو جاسم، والله العظيم يشهد الله ورسوله، والله العلي العظيم، يعني المفروض قلت لك سبق وانا قبل يومين ثلاثه اتصلت بجنابكم، المفروض هاي ثوره عارمه، ثوره عارمه نقوم عليهم يا اخي، هاي الاحزاب الباطله، هاي العصابات، هاي مو دوله ولا حكومه حبيبي ابو جاسم. بس ابو جاسم حبيبي اذا ما صرت عندك ملاحظه صغيره ولو خارج نطاق هذا الموضوع، تفضل. عندك الاخ ابو فيصل من المملكه العربيه السعوديه اخونا، نعم، حقيقة شوية من يتصل قاعد يتجسر شوية على مذهب من مذاهبنا، المذاهب اللي هي في العراق، لا ما نسمح لأي على علماءها على كذا، لا لا لا، أول بارحة أبو جاسم أنا سمعت صدقني، أول البارحة عثمان على ما أعتقد، أي والله أول بارحة محمد عثمان كان ورداء حقيقة المارضة محمد عثمان علي، أنا سمعت طبعا أنا كنت متابعكم يشهد الله، بس كنت شوية اسم الله عليك لا ونزل وما شاركت، بس هو هذا فيصل أي والله لا اللي يتجاوز ما نخليه، ألف رحمة على والدك قاسم، احنا باوع ترى والله العلي العظيم، يشهد الله ورسوله، قلوبنا معاك انتم الرافدين المعتدلة، والله العظيم مش قد ناصف على الكذا وشغلات تتكلم، لكن نحن ناصرين لكم في ظهر الغيب، لان قاعد تعانون بمعاناة الشعب العراقي ومعاناة الفقراء، نعم هذا واجبنا، ونشكر لكم هذا الموقف الايجابي السليم، ونسال الله ان يحفظكم بحفظه وان يحفظ قناتكم والعاملين بها، و وان شاء الله سلامي لك والاخ المخرج، الله يسلمك، انا اشكرك ابو جعفر، ابو جعفر من مدينه الصدر اشكرك. معنا اتصال ابو مراد من بغداد، تفضل ابو مراد. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. الله يحفظك، اني خريج الهندسه الزراعيه كليه الزراعه جامعه بغداد سنه 2006. نعم. بالنسبه للجامعات الاهليه والكليات الاهليه ما فت الدائره ادور على تعيين من ذاك الوقت لحد هذا اليوم، كل الجامعات كل هذا الاهليه كلهم اكثرهم هي من تفعيل الكم طالب الكم طالبه، والباقي لا 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 مختبرات لا شيء، واحنا جماعه الجامعات الحكوميه يعني والله العظيم يعني مذلة والله يعني لا تعيين لا شيء، والجامعات الأهلية المخصصات للجامعات ومليارات، وهاي الدولة بفلوس تروح بجيوب الأحزاب وبجيوب الفاسدين ودمرت حتى أثرت على الجامعات الحكومية هاي الجامعات الأهلية. نعم. يعني أثرت 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 بالتعليم وأثرت أثرت بالتعيينات وللمتنفذين وللأحزاب وحتى على وزارة التعليم والأبحاث وجماعة الدراسات العليا أثرت عليهم. زين وزارة التعليم العالي من تجي وتعطي ترخيص لهذه الجامعات الأهلية، ومثل ما أشرنا اليوم إحنا عندنا 75 جامعة نعم. أهلية. زين نعم. هاي جامعة التعليم العالي يعني ما تقول انه اني عندي خطة خمسية عشرية سنوية انه نعم. اني والله اذا اعطي ترخيص لهذه الجامعة اني هذا الترخيص يحتاج الى قطعة ارض، وكما اشرنا انه نعم. اغلبها تابعة للدولة، اضف الى ذلك انه اني ما عندي قدرة اوظف ذول الخريجين، وين راح يروحون؟ يعني اني افتح جامعة حتى يستفاد المالك منها ها او السياسي نعم. يستفاد الأموال نعم. وبعدين يطلع الطالب الخريج وما يلقى وظيفة، زين هي ما موفرة مثل ما أنت تفضلت ما موفرة نعم. درجات وظيفية
خريج من الجامعات الحكومية، فكيف من الجامعات الأهلية؟ شلون تنطي تراخيص للجامعات الأهلية والجامعات الحكومية؟ لا عندنا تعيين، لا عندنا فرص عمل، لا عقود، لا أجراء يوميين. وبالجامعات شلون يعني شلون؟ لا هي أكو مختبرات بالحكومي حتى واحد، هي الخبرات دا تقل والكفاءات دا تقل بالجامعات الحكومية، وشنو يعني هي تزيد بالأهلية؟ لو أكيد 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 يعني الدراسة أدنى، والدراسة يعني مو مثل الحكومي، ويعني والمنافسة يعني نادرا ما تكون منافسة بالجامعات الأهلية، نادرا ما تكون منافسة، وماكو يعني ماكو تقييم للجامعات الأهلية، ولا التقييم للجامعات، ما سمعنا انه نسب نجاح، معدلات، انه هاي الجامعة هاي السنة هلقد نسبة النجاح فاقت هلقد، ماكو نعم. يعني هذا كليته يعني بالتأثير على الجامعات الحكومية، انه يجي النائب خريج ثالث متوسط يمتحن خارجي سادس، يروح يدرس بجامعة أهلية، يجي اللي ما عنده شهادة ابتدائية وعنده واسطة بالدولة يروح ياخذ شهادة عن طريق جامعة. يعني كليته هذا يأثر علينا زين. نعم إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني هاي الجامعات وهاي مأساة الجامعات الأهلية، يعني إنه ما يعني تفتقر المعايير جودة التعليم، المختبرات، هذا هي هاي ما متوفرة هسه بالحكومي، يعني حتى هاي هسه موجودة بالأهلي مستحيل. نعم مستحيل يعني المنافسة موجودة بالأهلي إذا هي ما موجودة بالحكومي. نعم أنا أشكرك أخي مراد من بغداد. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. هذول الطلاب شو قاعد يعبون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، ومستمرون معكم بالحديث عن ظاهرة الجامعات الأهلية في العراق منذ العام 2003 ولغاية الآن. طبعا معروف بأنه العراق خرج من جودة التعليم العالمية، ان كان على مستوى التربية او على مستوى التعليم. يعني اليوم عندنا التعليم في العالم العربي، اذا جينا نتحدث بإحصائيات دولية الترتيب في العالم العربي، قطر تأتي بالمرتبة الأولى، الإمارات، لبنان، البحرين، الأردن، السعودية، تونس، المغرب، الجزائر، موريتانيا، تخيل موريتانيا، ومن ثم مصر، والعراق ما موجود. يعني حتى على مستوى الدول العربية العراق ما إلى ترتيب على مستوى التعليم. زين إحنا إذا طالعين من جولة التعليم على مستوى العالمي، زين احنا شلون ننشئ جامعات أهلية بهذا العدد الهائل واحنا الجامعات الحكومية ما مرتبين وضعها، ما مرتبين البحث العلمي فيها والأبحاث، ما مدخلين معايير عالمية لكي ترتقي الجامعات كجامعات عالمية، ما موفرين خطط لتوفير فرص العمل إن كان في القطاع الحكومي ولا في القطاع الخاص أو القطاع المختلط. القطاع المختلط اليوم اختفى، هذا المصطلح اللي كنا نسمعه قبل العام 2003، قطاع مختلط ما بين الحكومة وما بين القطاع الخاص. ماكو أي خطة توضع من قبل التعليم أو التربية أو من قبل الحكومة لتوفير فرص العمل والارتقاء بالمستوى التعليمي في العراق. معنا اتصال أبو عمر من بغداد، تفضل أبو عمر. مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بك. مساء الخير على الكادر كله وعلى مشاهدين قناة الرافدين الفضائية. بطلة
اهلا وسهلا بك. ورحم الله شيخنا الدكتور الكبير خالد الظاهري. امين يا رب العالمين، اشكرك، تفضل. امين رب العالمين، نشكر الله. اخ عمر، بالنسبه للجامعات الموضوعكم اليوم جاء تطرقون عنه. نعم. يعني نعرف احنا كنا بالعراق عايشين، هم يجون دائما من مصالحهم الخاصه اللي يسووها، اللي يستفادون من عندها من اجل المال. نعم. يعني هم بكان يعني الجامعات والكليات 75 جامعة كما ذكرت في الإحصائية الموجودة. نعم. يعني كل جامعة من أتها تكلف إذا يبنون مدارس ابتدائية في بغداد وباقي المحافظات، يمكن كل جامعة تكلفت 10 مدارس، مو صحيح تقريبا؟ نعم. يعني بناها الجاهز، بناها المتطور، يعني يغري الناس بيها والناس تحاول تتقدم تقول هاي الجامعة أحسن، هاي الكلية أحسن. طيب انتم كانوا تسوون جامعات ومصالحكم الخاصة، أجد المدارس الابتدائية اللي هي أكو بعض المدارس اللي قاعدين بالقاع، ومدارس أكو شقين ثلاث شفتات، ومدارس تفلشت ما بنت، والطب الأول ما يبدأ يجي للدنيا ما يدخل قبل الجامعة، غير يشوف ابتدائية وبعدين يدخل كلية وجامعة، مو هيك أخ عمر؟ نعم. يعني انتوا جايين تسوون مصالح خاصه، انتوا لو مسوين هاي بدال جامعات وكليات ابني مدارس من بعدين وراها انشا كليات انشا جامعات اهليه، مو مشكله هاي المرحله ما ادري ايش استفادوا، لكن بس انتوا الاستفاده مالكم يعني حتى هو الطالب قاعد يدرس ودي يتعب على الكليه ودي يصرف مبالغ اللي تاخذوه من عده سنويا توصل من مليونين الى 5 ملايين، يعني تخلوها بجيوبكم وبعدين الطالب يذهب يخلي شهاده امامه ولا حول ولا قوه، وينتظر تعيين ويروح يشتغل اي شغله اعمال حره، يشتغل سواء حمال، يشتغل سائق او اي شغله ثانيه. طيب انتم ما فكرتوا نهايه هذا، نهايه هذا الشخص اللي تعب ودرس بالجامعه ما قدرتوا؟ يعني هذا جريمه، جريمه بحق الانسانيه وبحق الشعب كله. لكن للاسف 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 الشديد انه شعبنا بيشوف هاي الشغلات اللي بتصير وناس تشجع، يعني نعم. حتى الانفتاح اللي موجود هسه بالكليات بالحرم الجامعي، يعني فد انفتاح فد هاي يعني صعب، يعني صعب يعني المرء الباحث او على هيك وضعيه، حاله من حالات يعني فساد اللي موجوده في داخل الجامعه وفي خارج الجامعه، هذه كلها ماكو لها رقابه، ماكو لها مسؤولين عن في هاي الامور اللي بيشوفوها. خليها مثل شلون بنقول يعني هيته، خليها هيته ولا كانما طالب الى مستوى الدراسي الاصول اللي هو راح يعتمد الاجيال عليها. يعني طالب الكليه الى فد مكانه بالمجتمع، يعني من الابتدائيه والمتوسطه والاعداديه وعلى ما توصل. يعني انت بهالمكانه شلون تكون لك مكانه وجامعه اهليه وكليه؟ يعني جايين كانما للسياحه وللونسه وليس للدراسه، يعني اكثر الجامعات بنشوفهم مع احتراماتي يعني نعم. اللي يدرسون من صحيح. فهم ولا كانما اكو بالموضوع يمسهم شيء، يعني انشرجت وانغربت ابد عليهم اللي يحصلونه من كل طالب، من كل يعني طالب يجي يدرس عندهم وينقبل كليه معدل يكون 70 او 80 او 90 ما يهمهم، يوظفون اللي يريدون من عندهم اما الباقيين يعفوهم. نعم. للاسف يعني هذا لحظه يعني صوت الشعب اللي هو يوصل هيك اماكن، يعني مع الاسف مع الاسف. فعلى الشعب لازم ان يكون يفهم ويعرف انه هاي الجامعات بالنسبه لمجال مصالحهم، يعني هسه عندنا طلاب ما بنت الجامعات والكليات صاروا مسكين قاعدين، يعني ما يفكرون هذول شلون؟ واكو اصلا جامعات كليه ما مقبوله اصلا شهايتهم باي وظائف حكوميه. وكلها تعرف هذا الامر. زين ابو عمر، ابو عمر يعني تفسيرنا للجوء الطالب العراقي أو بعض الطلاب العراقيين إلى الجامعات الأهلية، مو هذا دليل على أنه الحكومات المتعاقبة بوزاراتها إن كانت التربية والتعليم فشلت في الارتقاء بالتعليم الأساسي وبالتعليم الجامعي، ولهذا يضطر الطالب يطلع معدله ضعيف يقول لك أنا أروح جامعة أهلية وأخلص، يعني أنا جامعة حكومية ما راح تقبلني. لو كان هناك خطط فعلية وتنفيذ فعلي للارتقاء بالتعليم، وطبعا هذا يدخل في كلها يعني الأسباب المحاصصة وأسبابها اقتسام
الوزارات والفساد المستشري، كما أشرنا قبل قليل تصريح لوزير لوزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي سهيل، قال لك إنه إحنا وقفنا الابتعاث لأن يعني ملف في كل فساد. مو كل هذه أسباب أدت إلى لجوء الطالب إلى الجامعات الأهلية؟ أي نعم شيء أكيد أستاذ عمر، هو أدت المجاهم من أجل يعني مع احترامات يعني إغراء يعني الشهادة، من راح يقول أنا تخرجت من فلان جامعة أو من فلان كلية، هو أصلا يمكن يجوز مع احتراماتي يعني مو كل الطلاب مو ضعيف يعني لا شيء يعني لا أدى مفهومية ولا أدى انفتاح يعني فكري بأنه الجامعة لها مكانة في المجتمع أستاذي العزيز. يعني يعني للأسف الطالب ما أعرف يعني بعض الطلبة ما أدري يشمرون على نفسهم أو يضحكون على نفسهم أو هي نفسها يقول لك شهادة والسلام. نعم يوم ما أخذ شهادة وطلعها وهاي انتهت. يعني في رأس موجودين عندنا من أصدقاء من المعارض يقول أنا حصلت على كلية فلان وتخرجت من هذا وما أدري شنو حصلت على درجة هيك وهيك. يعني طيب أنت من تجي تسأله بأي موضوع من دراسة من فهم اللي درسه ما راح يجاوبك يعني ما يفهم يعني شو نجح يعني وكأن موعدهم يعني كليات أو الجامعات انه واحدهم في مكان يعني عملي سوى عملي على مدة سنتين او ثلاث سنين وانتهى سلموه اياه على الشهادة وصار عنده نجاح. هذا راح يساعد على تشجيع بعض الناس، راح يقولون فلان فلان نجح فلان فلان تخرج، فالناس تقوم تتواصل من تسمع هاي. لكن للأسف إن يعني بعض العالم يعني ما يحسون يعني اكو ناس ما تفهم يقول لك فلان جيت من الناس هذا ما يفهم شلون تخرج شلون وصل شلون كذا يعني انتوا يا عراقيين يعني معقول لهالدرجه من تعرفون هيك انسان هو ما حتى مفروض دخل فلان كليه او فلان جامعه مسميات اي كليه يعني ما تفهمون انه هذا الانسان شلون حصل على المجموع شلون حصل على ما تفهم شلون راح يكون الامم هي الشعب هو نفسه يعني يامن نفسه على هيك ناس راح يكونون قدوة المجتمع سواء الدكتور أو مهندس أو أي شيء كان في وظائف عمله. نعم. يعني هذا السبب ماكو أي تعيينات. نعم. أنا أشكرك أبو عمر من بغداد. معنا اتصال زيد من بغداد. فضل زيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. تحية خاصة لك لحضرتك في القناة الرافدين والعاملين عليها. حياك الله يا أهلا بك. ميزان حسناتكم إن شاء الله. آمين. أشكرك أستاذ عمر. بالنسبة للجامعات العراقية خصوصا الأهلية هي جامعات غير رصينة غير رصينة وغير معترف، الجامعات الحكومية غير معترف بها دوليا، كيف بحالك بالجامعات الأهلية؟ الجامعات الأهلية هي عبارة عن أخذ الأتاوات من الطلبة من غير تدريس أو غير فهم أو غير بحوث، الطالب يتخرج وهو عقله فارغ من أي فكرة ومن أي منهج علمي، مجرد استلام شهادة لا أكثر ولا أقل. والغريب بهذا الشيء اليوم أنا مريت بأحد الأطرق اللي على طريق بغداد، المضحك المبكي مركز بحوث قبل 2003 بحوث زراعية يسوي جماعة جامعة أهلية، مكان غير مؤهل حتى يصلح لهذا الشيء. مركز بحوث يعني عبارة عن جملونات وغرف مسوي جامعة أهلية. يا أستاذ عمر هي وين أكو جامعات؟ الجامعات الحكومية غير معترف بها. كنا عانينا من هذا الشيء. يا أستاذ عمر الأحزاب سيطرت على التعليم وعلى الأوضاع بالعراق ودمرت التعليم بالعراق، وحتى هسه احنا بين الدول ما معترف بالتعليم مالك، ما معترف الطالب ياخذ الشهادة مالته غير معترف بيها، يخرج لأي دولة عربية أو أي دولة أوروبية ما يعترفون بالشهادة مالته لأن هي جامعات غير رصينة غير معترف بها دوليا. نعم والله يا أستاذ عمر هذه الأحزاب تسعى لتدمير التعليم بالعراق ودمرت مو تسعى دمرت ونهت ما بقى تعليم بالعراق، الفساد
والانحطاط وكل شيء سيء بالتعليم هسه بين الطلبة، حتى ماشية المخدرات أشكال شو تريد يعني موجودة بالجامعات العراقية ما شاء الله. نعم. الرشوة بمقابل النجاح، هسه إذا طالب ينتمي لأحد الأحزاب غصبا مع الأستاذ أو الدكتور بالجامعة ينجح إذا كانت حكومية، وإذا أهلية هو ناجح بالمال. نعم يا أستاذ عمر، ونشكو إلى الله وضعنا، يعني وضعنا من سيء إلى أسوأ، من سيء إلى أسوأ مع الأسف. أنا أشكرك زيد من بغداد كان معنا. خلونا نقرأ بعض رسائل واتساب. يقول التحية لك أخي عمر، يقول الجامعات التابعة للميليشيات والأحزاب دليل على تغيير مناهج التعليم لغير المناهج الحالية لتنشئة أجيال تخلف وليس أجيال تعلم، لذلك وجبت الثورة على الأحزاب للخلاص من واقع الحال ولإيجاد الحكم للوطنيين العراقيين ولإعادة الأمن والأمان في العراق. التعليم لن يستقيم إلا بأجيال متعلمة منفتحة بالعلم والفهم وبناء الأوطان. رسالة أخرى من أبو حاتم من الموصل يقول فيها السلام عليكم أستاذ عمر، تحية لك ولكادر قناة الرافدين وللمشاهدين. يقول الصحة والتعليم عندما يتحولان إلى القطاع الأهلي تدخل في مرحلة الفشل كما يقول. الصحة والتعليم عندما كانت بيد الحكومة نجحت نجاح باهر، الصحة والتعليم بشهادات عالية للعالم والعراق، واليوم لا يعترف بشهادة العراق من قبل المنظمة العالمية للتعليم. رسالة يقول فيها والله العظيم من دمر العراق هي الأحزاب الفاسدة والعميلة، هؤلاء هم من صنعوا الفوضى في المجتمع وجعلوا من العراق بلد رجعي ومتخلف. والله إن لم يثور الشعب عليهم لن يتطور العراق لو مئات السنين. كفاكم غباء وحماقة وعبودية ونفاق للسياسي، كونوا أحرار في دنياكم يا شعب العراق، متى تثور عليهم ثور على الظلمة والفاسدين. معنا اتصال أبو زكريا من كركوك، تفضل أبو زكريا. الله يحفظك يحفظ قناتكم إن شاء الله. حياك الله يا هلا بك. أترحم على السيد المغدور دكتور حارث الضاري، الله يرحمه. تفضل ابني محمد. عمر معك. نعم. عمر تفضل. حبيبي حياتي عمر، الله يحفظك عمر عليك. الله تم دولة الدول العربية كانوا يجون يدرسون كليات العراقية ودراسات العراقية. نعم. مو عليك الله كم دولة، مصر، يمن، سوريا، كل نعم. الدول العربية كانوا يجون يدرسون. نعم. جامعات العراقية صحيح ولا ابن عمر؟ نعم. زين هسا هذول يعني الطفل المتخرج غير شيء 3 ملايين ياخذون من عندهم بالسنه، هذول عصابات ابني عمر، عصابات بالله العظيم عصابات. احنا لا تقول عندنا حكومه، عيب علينا، عيب على الشعب العراقي نقول احنا عندنا حكومه، عندنا ميليشيات، عندنا عصابات، عندنا دكاترة. يعني والله العظيم مصر تماما من 2003 إلى اليوم. نعم. والله ابن عمر حرقون حرق بالقرآن العظيم، عندي أطفال متخرجين وديتهم على هذول السرسرية وهذا كلها حتى 3 ملايين. مين أنا عندي 3 ملايين؟ أنا عندي 7 على 3 ملايين وعلى 20 مليون. نعم. مين يجيب من الله صغم وجوههم؟ نعم. من الله صغم وجوههم. الله يشافيهم. إيران وأمريكا جابهم علينا. نعم الله يشافيهم. أبو زكريا من كركوك كان معنا. خلونا نرجع ونعيد المقطع ونشوف الجامعات الأهلية بالعراق، نشوفها مرة ثانية عزيز المخرج، نحضرها ناخذها. نعم يلا، هاي الجامعات الأهلية اللي موجودة بالعراق 75 جامعة كما تحدثنا،
كليات عديدة، التراث، الرافدين، طبعا التراث قديمة، التراث من 88، أكو جامعات المنصور، المأمون، الرافدين، هذه الجامعات. كما أشرنا أنه في العراق لدينا 75 جامعة أهلية مقابل 35 جامعة حكومية. الرسوم الدراسية السنوية في الجامعات الأهلية تتراوح بين 2,000,000 و6,000,000 دينار عراقي. الأراضي اللي بنيت عليها الجامعات الأهلية هي أراضي عائدة للدولة العراقية، تم الاستيلاء على أغلبها من قبل الأحزاب السياسية والميليشيات ورجالات الدين في الحكومة. طبعا الكليات، هناك كليات كما أشرنا في بداية الحلقة تابعة لسياسيين ولبرلمانيين ولأحزاب، منها مثلا كلية الهادي الجامعة تابعة للقيادة في بدر أبو مريم الأنصاري، كلية النسور تابعة للنائب عمار الشبلي ولعبد جواد، كلية الشرق الأوسط تابعة للنائب طلال الزوبعي، جامعة الآمال تابعة إلى همام حمودي رئيس المجلس الأعلى، العلوم الاقتصادية كلية العلوم الاقتصادية تابعة لمنيش العصائب، جامعة التراث تابعة لحزب الدعوة، اشتراها حزب الدعوة أخذها، جامعة الإمام جعفر الصادق والإمام الكاظم تابعة للوقف الشيعي، جامعة الإمام الأعظم تابعة للوقف السني، كلية الصدر العراق تابعة لإسماعيل الصدر، مدينة العلم تابعة لجواد الخالصي، معهد المعلمين تابعة لأولاد محمد بحر العلوم، كلية الرافدين لجعفر الجميلي تابعة كذلك لميليشيا العصائب، جامعة السلام تابعة لغاندي الجزنزاني في بغداد، كلية المزايا تابعة لأولاد السيد محمد باقر الناصري، الجامعة الأمريكية اللي موجودة في محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق تابعة إلى الرئيس برهم صالح، الجامعة الأمريكية في دهوك تابعة لمسرور البرزاني بن مسعود البرزاني، جامعة كردستان تابعة لرئيس الحكومة في كردستان العراق نجرفان البرزاني. وكما أشرنا أنه تؤكد تقارير في العراق أنه هذه الجامعات باتت لغسيل الأموال ولفوائد مالية للأحزاب والميليشيات وللاستيلاء على أراضي الدولة. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.